سيئا أكمل صراحة. بس أكمل أوكي. ما نقول إحنا إذا في فعل خير، ها إذا في فعل خير بس يمارس بطريقة خاطئة يسكت عنه. أنا أشوف أن فريق الإزالة شيء إيجابي، قاموا بمبالغات سخيفة، بين قوسين سخيفة، ما لها أي لازمة في أشياء ومواقف كثيرة، زين، ولكن في النهاية أصلحوا شيء وأفسدوا شيء. يعني ما مع يعني شنو اللي أفسدوا فريق الإزالة؟ يعني أفسدوا أن مبالغات، مثلا إزالة الزار، إزالة أشياء التجميلية، والله أن واحد باني لي مثلا أكثر من الحد المسموح له في البنيان، معاك أنا ما في، أنه والله حاط له على أبو أنه ديوانية وحاط بما فيهم، أنا بيتي شالوا الديوانية وشالوا باب وشالوا، يعني ما عندي مشكلة. كنت مخالف طبعا. فإن واحد حاط أشياء زيادة أوكي، بس حط قانون. بس إنه والله تقول لي أنا بيتي عنده في حديقة، يقول لك ما تحط خيمة، ها ما في بنيان، خيمة عادية، زين ليش يعني بلشت أنا بيتي قدام ما شاء الله حديقة بحط خيمة، يعني يقول لك لا ممنوع إنك تحط خيمة أو بيت شعر، يعني تعرف هذه أنا أعتقد فيها مبالغات ما لها لازم، إنك والله الخلا ما أدري شلون طالع الأشياء الجميلة التجميل. إحنا كنا في فترة أيام الشيخ جابر الله يرحمه إذا تذكر، كان دائما ينادي في فكرة التخضير والتشجير، وكانوا يزرعون على البيوت الزرع، مسابقات تصير. أي الحين أنت تروح أنت والله تشيل لي زرع، ولا إذا في تعدي والله أنا حديقتي طالع وماخذ، وإذا هذا زرع قدام البيت، أكو بيوت زارعة في أملاك الدولة بس ما قاعد يشتغلها، والله قدام بيتي أنا أرض ترابية أو ساحة فاضية قاعد أزرع فيها. فيون سلام، هلا مطلق، حياك الله مطلق الدوسري، لاعب نادي اليرموك المنتخب الوطني لكرة اليد، انضم لنا فهد الديواني. أهلا وسهلا فيك مطلق، حياك الله. الله يحييك. كنا نتكلم أنا وأخوي ماضي يعني والإخوان عن قضية فريق الإزالة، وال راح ارجع لك انا بس لين ينتهي من نقطه ماضي الخميس، بس في جزئيه بسيطه، وهدم المساجد اللي قام فريق الازاله فيه. ما هدم مساجد كيربي اللي كان كيربي مو مساجد. خليني اقول لك بس، المسجد هذا مال الفنطاس حسب ما وصلنا من المعلومات ان هذا مسجد كان مؤقت موضوع الى ان يتم بناء المسجد الكبير، وانت اذا شفت الصور مثلي ومثل الناس كلها ان كان هذا المسجد الكيربي لازق بمسجد مبني كبير، شنو لازمته يعني اذا انت يعني في مسجد اساسا كبير، يعني ايش حق حاط يمه مسجد صغير؟ هو ما كان يستغل كمسجد زين بشكل قانوني. يعني اصلا احنا ندعو، يعني انا واحد من اللي يتبنون، يعني انا ساكن في منطقه فيها يمكن 6-7 مساجد، تروح المسجد يعني حتى بصلاه الجمعه تلاقي يعني 5-6 صفوف. المفروض انت يعني صغرون المساجد يعني لا انت يكون في كل منطقه مثل مناطق الصغيره ان يكون في مسجد جامع على الاقل لصلاه الجمعه، يعني صحيح. فاهم شلون؟ انه هو شنو فكره المسجد او الجامع؟ انه يجمع الناس، يصير في تواصل اجتماعي، تواصل ديني طبعا وروحاني. فريق الإزالة قضى على هالتواصل الاجتماعي من خلال الدواوين وإزالة. بقول لك شيء، انا ما قاعد ادافع عن فريق الإزالة، تبي تناقشهم يبهم ناقشهم، انا ما لي علاقه في فريق الإزالة، انا قاعد اناقش وجهة نظرك. انا اقول لك فكرتي ان فريق الإزالة قام باشياء ايجابيه وقام باشياء سلبيه، بس يعني بس قياسنا خليني اقول لك الشيء الايجابي. خليتك انا قاعد اقول لك، انت جاي تحاورني. اي بحاورك عشان والحديث متواصل. طيب ما عندي اي مانع، تفضل. السلبيه انا ركزت على ايجابيات فريق الازاله وقفلت السلبيات. قلت لك انا السلبيات، قلت لك ازاله الحدائق، قلت لك الخيام اللي ما لها لازمه. بس انا بقول لك شيء، انا اتمنى تعمم الصلابه التي مورست فيها تطبيق القانون في موضوع الإزالة بالقوانين الثانية في الدولة اللي تم تراخي فيها. أنا أشوف وايد قوانين ما تطبق وفيها تراخي، إيش معنى في الإزالة في حزم؟ أكيد خلنا هذا نموذج إيجابي، خلنا نكون في دولة قانون أن إذا في مخالفات تزال، مو بس على موضوع أنت تتكلم على البيوت الناس العادية، أنت تتكلم مشاريع دولة كبيرة فيها مخالفات ما حد يتكلم. أنا من أسبوع كتبت مقالة على احنا صار لنا من وعينا على الدنيا نسمع تقرير ديوان المحاسبه راح وقدم تقرير لسمو الامير ورئيس مجلس الامه، والتقرير مليء بالمخالفات التي ترتكبها الوزارات والوزراء زين احد حاسبهم؟ احنا بس نسمع في تجاوزات، ها زين. بس نبي شنو اللي تم تطبيقه عشان نهدي ماضي الخميس؟ خلنا نطلع بسم الله. الشاعر حربي الظفيري، هلا ومرحبا فيك. هلا ومرحبا. نبي قصيده تهدي ماضي الخميس، تهدينا معه. قلبك خضر اول شيء حربي ولا لا؟
بجيك الحين بس خليني اقول اللي بخاطري. طبعا بدايه انا احب ارفع اسمايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو وسمو لعهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ سالم العلي والشعب الكويتي والمقيمين والامه العربيه والاسلاميه. انا طبعا ما افقه بالسياسه ولكن بضيف على استاذنا الفاضل. نعم. ماضي اليوم انا قريت بالجريده لجنه مجلس الوزراء اوقف التعديات اوقف ازاله ديوان الصيادين. زين هذا شيء حلو بالعكس. لا هذا شيء يعني ممتاز. انا ما انا الصيادين كانوا يعانون من هذا الشيء وكانوا يبون ديوانيه القائمه. خالد لا انا ما انا انا اقول لك ما افقه لا بالعكس انا زين ما انا عارف يعني ما كمل سوى بيقول ايش معنى الصيادين. انا بس اعرف يعني ايش معنى ديوان الصيادين بس يعني مساجد بيوت الله انزالت. بيوت الصيادين ما اظن ان افضل من بيوت انا مو قصدي ان بالعكس هذه مو سلبيه ترى انا استضفتهم مره الصيادين كانوا يصيحون يقولون وين المقر يعني وين نقعد احنا مره ثانيه صدق يعني الصيادين لازم كلهم مقر وعلى البحر ولا فيها مشكله ابو عبد الله ما ادري والله انا مو صوب البحر. حربي تفضل. دام فضلك طال عمرك كم قصيده. طبعا بدايه انا ما عندي الا اقول طال عمرك في شيخ صباح. بداية تقول يا كويت يا دار المراجل والأبطال يا الشامخة يا كويت يا دار المراجل والأبطال يا الراسية ويا الغالية ويا الجميلة يا الشامخة ويا الوافية بكل الأشكال يا المسلمة ويا الطاهرة ويا الأصيلة حنا معك يا دار في كل الأحوال حنا معك لصار بالوقت ميلة تبقين حرة ولا تدنس الأنذال مدام أبو ناصر يشيل الثقيلة عساك سالم يا ذرى كل رجال عساك سالم لنفوس العليلة عساك سالم دايم وطيب الحال عساك سالم بكل ساعة وليلة للدار سيد وللسماء وجهه هلال للصعب سهل وللعسيرة وسيلة للشعر فخر وللظما نهر وزلال للراس تاج وللسوالف حصيلة صباح طيبة خرج أجيال وأجيال وفي صفحة التاريخ تلقى دليله صباح لا منه وقف يرسي جبال صحيح واحد بس كنه قبيلة ولا منه أقبل بين ذربين الأفعال كن الفعايل كلها ترتكيله من مثله اللي طيبته تنبت عيال ومن مثله اللي سابق نجيل جيله نشهد إنه للصعيبات حلال دامه يفك من النشايب دخيله يا السيف يا الحلحيل يا طيب الفال يا الشهم يا راعي الفعول النبيلة يا الحر يا البيطار يا الجوخ يا الجال يا الجود يا الضرغام وعزة حليلة يا الليث يا الصنديد يا نبع يا زلال يا الصعب يا العز يا السند يا الخصيلة يا ابو اليتامى والفغارة والأطفال يا ابو الرجولة والعلوم الجزيلة يا الغالي يلي ما نعادله بالمال ويا العادل اللي رواحنا تفتدي له ويا الوافي يلي ما تعدد له خصال ويا الشيخ يلي ما ندور بدينه يا ويا 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 كل شي فيك انقال قليل والله والوصايف قليلة بنيت لك في ساحة العز تمثال من شافه سواله كذا وينثني له هذا الصراحة وكلمة الحق تنقال المجد لا شافه يجي وينحني له صح لسانك صح لسانك والله حلوه القصيده هذه صراحه. انا احب انوه خالد طبعا انا اقولها وقلبي يعتصر الما. ايوه ان العربي فاز على الجهر 2-0. لا صراحه خبر العربي يستاهلون لان الملكي عرباوي. الملكي يبغى ملكي الملكي بعيد عنه الحين لا لكن العرباويه صراحه بيضتوها والله قادسيه مطلق. بالنسبه للرياضه وانا راح ارجع حق بعد شوي غدير لكن بالنسبه للرياضه شلون وضعكم الرياضي الان وشلون جو الرياضه عندكم ونرحب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء امسي عليكم وامسي على المشاهدين حياك الله وبارك لكم وقف شهر رمضان. وبالنسبه للرياضه مثل ما انت شايف مو لا في مشاركة. لا تشكيله بكيلك ها ايش نسوي ما في لا مشاركات تعرف الظروف اللي مرت عليها الرياضه الكويتيه حرمتنا من مشاركات بطولات يعني شيء بالعكس كل الكويت يفتخر فيه لا شاف علم الكويت نعم يتوج يعني في حسره بقلوبكم هو لابد يعني يعني في احنا كنا ابطال اسيا ففي بطوله للشهر 8 ما شاركنا
نعم. فهذه فرصة حق المنتخبات يعني آسيا ان الكويت ما شارك.